السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على البوك شيلف الريفرنس الجديدة اللي هي آخر موديل من الريفرنس اللي هي كلابش ار 51 ام. السماعة دي الدرايفرات اللي فيها 5.25 انش، يعني 5.25 انش كل درايفر. طبعا التويتر بتاعها اللي هو تويتر الهورن بتاع كلابش 90x90، والفريكوينسيز بتاعتها من 62 هرتز ل 21 كي هرتز، والسنسيتيفيتي بتاعتها 93 دي بي، يعني هي شغاله على 93 دي بي. فهنسمي الله كده، هنفتح الصندوق بتاع السماعات، يعني العلبه بتاعت السماعات. بسم الله. ده الـ instruction manuals، ودي الفيتس بتاعت التثبيت بتاعت السماعة تحت. هي دي السماعة، طبعا ماجنتيك جريل من كلبش. الكابينة دي ام دي اف، ده تويتر 90x90، ودي الماجنتيك جريل. بتاع الانبوتس، ودي البورت بتاعتها اللي هي البورت الخلفية. التويتر بتاعها باين من هنا اهو. هي دي السماعة، ودي سايد باي سايد اهي بالاولد فيرجن اللي هي بتاعتها اللي هي ال 51 اللي هي ال 15، يعني دي 51 ودي 15. الاثنين عندهم نفس حجم الدرايفر، بس الدرايفر ده مختلف عن ده، والتويتر ده المفروض اللي هو نفس التويتر ده، بس ده اعمق من جوه، بس يعني ده 90 باي 90 ده، تمام. الفريكوانسز تقريبا قريبه من بعض، اللي هما الاثنين 85 وات ار ام اس بسرعه 350 وات بيك، دي اطول شويه. الماتيريالز في ال 15 احسن من ماتيريالز في ال 51، بخلاف ان ال 51 دي ماجنتيك جريل، تمام. الثانيه مش ماجنتيك جريل، يعني الجريل بتاعتها ما هياش ماجنتيك، جريل عاديه.